صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتني جدا. طبعا انا لسه صاحيه من النوم، فقلت بقى بما اني امبارح كان عندي جامعه، واول امبارح كان عندي جامعه، فلازم اصور لكم الفيديو ده واقول لكم الفتره اللي فاتت استفدت بايه، وايه فعلا اكتر المنتجات المهمه جدا اللي لازم تكون موجوده عندك وسعرها تحت ال 100 جنيه. وفي حاجات رخيصه جدا بتبدا من اول 20 وال 30 وال 40 وال 50 وانت طالعه لغايه ال 100. باذن الله الفيديو بتاع النهارده مش هيبقى فيه ولا منتج اكتر من 100 جنيه، المنتجات كلها تبقى اوريجينال، المنتجات كلها من مصدر موثوق، فتابعي الفيديو للاخر عشان تستفادي منه كتير قوي فوق ما تتخيلوا، لان الحاجات دي فعلا غيرت في كل حاجه، غيرت في السكين كير بتاعتي، غيرت في جسمي، غيرت في ملمس جلدي. فتابعوا الفيديو للاخر وحطوا لايك كده نوصل فيديو 2000 لايك علشان اعمل لكم بارت 2. صراحه مش عارفه ابدا لكم بايه ولا ايه، بس يعني الحاجات اللي هي في الفيديو بتاعت النهارده مهمة جدا، ليها علاقة بالشنطة بتاعة الجامعة، وليها علاقة بالمنتجات اللي هنحتاجها في البيت، ليها علاقة بحاجات كتير جدا. فتعالوا نبدأ بأول حاجة معانا، هما التلاتة الليب بالم دول. عايزة اقول لكم ان التلاتة دول مع بعض ما يكملوش ال 35 جنيه. عايزة اقول لكم ان بيتباعوا بره الواحدة ممكن تبقى ب 20. اول واحدة ودي، وهي بالفيتامين اي، وفي دي بالاوليفيرا، وفي دي لكم سوري بالاورنج، اتلخبط. فعايزة اقول لكم ان حلوين جدا، خصوصا ده، بصوا يعني بيرطب الشفايف بطريقه، يا جماعه انا ما بستغناش عنه في الجامعه، ما بستغناش عنه في الجامعه حرفيا، وكل ما هيخلص كل ما هطلبه من البيج اللي هسيبها لكم تحت في الديسكربشن بوكس، عشان هي اللي جايبه لي اغلب الحاجات اللي هتبقى موجوده في الفيديو بتاع النهارده. وعايزه اقول لكم ان اللي بالالوفيرا برده جربته، واللي بالاورنج ده كمان حلو قوي يا جماعه، بيدي يعني لون خفيف جدا للشفايف. بصوا برده طبعا احنا مش بنحط كله على بعض، بس الاورنج ده شويه بيروح مدي لون. طبعا انا ما بفضلش ان انا احط روج في الجامعه، ولما بحط اللي هي الاقلام الخشب اللي بتبقى الوانها نود، البينك الفاتح، الاورنج الفاتح، عارفين الدرجه اللي هي بتاعه مش عارفه بيقولوا عليها ايه، بس المهم كشميريات يعني. فالثلاثه دول بالنسبه لي لازم واحد منهم يبقى معايا في شنطه الجامعه او في جيبي. بصراحه مش هكذب عليكم، بحطه في جيبي علشان ممكن كده وانا قاعده في المحاضره اروح مطلعه وحاطه على شفايفي، عشان شفايفي بتنشف بسرعه جدا، وحتى لما بستخدم روج ببقى محتاجه احط فوقيه ليب بالم علشان يرطبه ويفضل ثابت على شفايفي اليوم كله. طيب تعالوا نتكلم بقى في تاني حاجه لازم تكون موجوده عندك لو انت في جامعه او في ثانوي او في اي سن ايا يكن. الثلاثه برفيوم دول، طبعا دول الصغننين، ودول اللي بيبقوا مناسبين لينا اصلا السن اللي احنا فيه ده. اكيد مش هنمشي في الشارع بازازة برفيوم كبيره ولا هنحط في الشنطه، فتعالى اوريكم كل واحد من دول. عايزه اقول لكم ان دول براندات، والثلاثه مع بعض سعرهم خرافي، اقل من 100 جنيه، انتوا متخيلين؟ تعالوا نشوف اول واحد اللي هو ده من فيكتوريا سيكريت. الحاجات دي كلها اوريجينال، بصوا الحجم بتاعها حلو، بصي الحجم بتاعها يعني قد كف ايدي، وبيتحط في الشنطه كده، لو حطيتيه في الجيب من بره، لو حطيتيه من جوه، في اي حته. الريحه بتاعته تحفه، والريحه دي انا وماما يعني ادمناها بجد، وانا لدرجه ان انا مش عايزه احط منها اصلا من كتر حلاوتها، عايزه اخبيها بس. نيجي للتانيه اللي هي دي، وعايزه اوريكم برده شكلها من جوه. بصراحه يا جماعه الثلاثه ريحتهم احلى من بعض، بس انا عن نفسي حبيت ده وحبيت فيكتوريا سيكريت اكتر حاجه. الثالث اللي هوريها لكم دلوقتي، هي حلوه يا جماعه، بس هقول لكم انا ليه يعني حسيتها مش ذوقي، هي يعني عجبت ماما بس هي مش ذوقي انا، فانتي وحريتك تقدري تطلبي اي واحده فيهم. اهم حاجه لما تبعتوا ليها اقول لهم ان انتوا جايين من تبع عشان خاطر تعمل لكم خصم حلو جدا. يعني عايزه اقول لكم المنتجات اقل من 100 جنيه وانتوا كمان هتاخدوا خصم، فاظن ان انتوا هتدلعوا جامد. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده، طبعا انا مش مرتبه الحاجه، يعني هتلاقوا حاجات ناخدها للجامعه وهتلاقوا حاجات هنحتاجها في بيتنا. الدراي براش دي اللي وريتها لكم الفيديو اللي فات، ويا لهوي على جمدانها، انا عايزه اقول لكم انا عايزه اعمل بيها على وشي اصلا. دي بقى تعالوا اقول لكم نتكلم عن ميزاتها ونتكلم عن طريقه استخدامها في الاخر. اول حاجه بتشيل الجلد الميت، بتقشر الجلد، بتخلي بشرتك ناعمه، بتشيل لو عندك اي يعني علامات في رجلك مثلا، عندك بقع، عندك جلد ميت، عندك عارفين يا جماعه اللي هو جلد الوزه اللي بيبقى طالع علينا بسبب طريقه ازاله الشعر بطريقه غلط، او اللي بيبقى طالع علينا بسبب ان احنا مثلا بنشمر البنطلون وكده، فدي بتنفع معايا جدا. طريقه الاستخدام بقى، عندك شاور جل وتفركي،
بس تفركي وبس. وعايزه اقول لكم تقدروا كمان تستخدموها وهي ناشفه، مش لازم تكون مش لازم تكوني مثلا مستخدمه حاجه، لا ممكن تستخدموها وهي ناشفه، بس انا بفضل نستخدمها واحنا حاطين شاور جيل او صابون او اي منتج انت تستخدميه عشان تنظفي بيه بشرتك. وممكن لو بتعملي سكراب او كده هتبقى تحفه جدا، وما يغركوش ان هي تبان خشنه. هي بصراحه حلوه جدا لتقشير الجسم. عايزه اقول لك مهما كان عندك في جسمك بقى عيوب دي هتحلها لك. الحاجه الرابعه اللي بعد كده وهو الكريم المرطب بتاع الجسم. اظن ان ما ينفعش بنت فينا تبقى في السن ده وما تبقاش بترطب جسمها. احنا كبرنا خلاص، ما ينفعش بقى نعتمد على الشاور وخلاص، لازم ترطبي جسمك، لازم جسمك على طول يبقى رطب علشان ما يسمرش وعشان الهدوم كمان ما تاثرش فيه. وبصوا عايزه اقول لكم ان انا استخدمته مرتين بس تحفه. انا كنت باخد قد كده واروح عامله بيه جسمي كله. صراحه ريحته حلوه قوي، الترطيب بتاعه تحفه، الريحه بتاعته عارفين مش عارفه يعني تحسوها ورد كده، حاجه روز كده، حاجه هاديه، فحبيته جدا. وبرده سعره حلو قوي، كل المنتجات اللي بقول لكم عليها النهارده سعرها اقل من 100 جنيه، وفي حاجات سعرها اقل من 50 جنيه كمان، فما تضيعوش الفرصه دي عليكم. وهقفله كويس. تعالوا بقى نجرب مع بعض يا جماعه اللي هو السكراب ده. طبعا السكراب بتاع الباكنج باودر كلكم كنتوا بتقولي عليه يا عبير جربيه، لان ناس كتير كانت بتبقى عامله عليه ريفيوهات وانتوا عايزين تشوفوا الريفيو بتاعي، فهنعمله مع بعض في اخر الفيديو، هنفتحه سوا وهنعمله مع بعض. انا لسه ما جربتوش وهقول لكم تجربتي معاه في اخر الفيديو. لما الحاجه اللي بعد كده دي بقى حرفيا لازم تكون معاكي في البيت وفي شنطتك وانت خارجه، وهو المنتج ده بتاع الرموش. انا استخدمته 3 مرات بس. عايزه اقول لكم يا جماعه انا من كتر ما بقيت بحط ماسكارا في رموشي كانت تكاد تكون مش موجوده. بصوا هي بدات تنبت تاني، لان انا بقالي فتره بستخدم كذا منتج للرموش، بس بصراحه المنتج ده حسيت، تعالوا اقول لكم ان هو عمل معايا ايه. بعيدا عن ان رموشي كانت بتقع جامد جدا من الماسكارا، وانا عشان خاطر بصراحه عندي حاله نفسيه لما بحط ماسكارا بقعد اشد كده، فكنت بطلع رموش قد كده في ايدي. من بعد ما بقيت استخدم ده لا بقيت اعمل الحركه دي، ولا بقت رموشي بتقع، وبقت رموشي كمان يعني تحسوها طويله. لما باجي استخدم الماسكارا بقت بتعمل فوليوم اكبر من الطبيعي بتاعي اللي انا متعوده عليه. فهي حلوه جدا للرموش، بتعمل نتيجه فوريه، يعني انت تقريبا من تاني مره تستخدميها هتحسي ان في فرق في رموشك. فانا هفضل مستمريه عليها، وبعد فتره هقول لكم كمان عملت معايا ايه اكتر. ودي برده سعرها كان رخيص جدا، يعني سعرها مش غالي، هتعجبكم قوي. تعالوا بقى دلوقتي نجرب مع بعض شفرات الفلامينجو. عايزه اقول لكم ان الشفرات دي الاصليه، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي كان من 4 ايام تقريبا او 5 ايام، ازاي نعرف ان هي اصليه؟ هتلاقوا يا جماعه الغلاف اللي ورا لونه ابيض مش مصفر، لان انا ياما جربته كنت بجيب حاجات ب 200 و200 وي ومن على مواقع مشهوره زي نونو زي مواقع كتير، وكان بيطلع مش اوريجينال. وفي حاجات تانية برضو كنت بجيبها بتبقى اوريجينال، فالشفرات دي اوريجينال وموجوده عندها برضو في البيج بتاعتها. هنفتحها دلوقتي سوا وهنستخدمها مع بعض، هوريكم طريقه الاستخدام. انتوا طبعا متعودين انا ياما عملت لكم فيديوهات وكنت بستخدم فيها الشفرات دي، طبعا كلكم عارفين ان هي لا بتطلع الشعر زي الرجاله، مفيش الكلام الاهبل اللي الناس بتقعد تقوله ده، ولا ممنوع انك تستخدميها على وشك عشان خاطر بقى موس حلاقه والجو ده، لا خالص. عايزه اقول لكم ان هي اكتر حاجه يعني ممكن تبقى كويسه على بشرتك، ناعمه على بشرتك، هتخلي بشرتك صافيه من غير اصلا ما تحتاجي انك تعملي بالفتله والكلام ده كله. انا بشوف ان الواكس والفتله والحاجات دي كلها حاجات بتدمر البشره وبتطلع ترهلات، وممكن تخلي بشرتك يطلع فيها اللي هو بيقولوا عليها ايه، تجاعيد يعني بدري وانت لسه صغيره. فانا بستخدم الشفرات دي وبالعكس بتشد البشره، لان انت وانت بتستخدميها كده يعني بتبقي شاده جلدك لفوق وبتبقي مرطبه. لو انت مثلا بشرتك جافه قوي رطبي قبلها عشان خاطر يعني للامان اكتر. تعالوا بقى دلوقتي نفتحها اهو سوا، شايفين؟ هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب المرطب بتاعي. انا عن نفسي مش هرطب بكريم، هرطب بزيت جوز الهند، وهبدا ان انا اشيل من هنا وهوريكم الطريقه بتاعه ازاله الشعر بتاعي. يا حلوين زي ما انتم شايفين كده انا جبت الزيت اهو وحطيته على بشرتي، ما تكتروش الكميه قوي اهو. اهم حاجه بس يا جماعه ان انتوا وانتوا بتستخدموها لو سنكم صغير او مش بتعرفوا تستخدموها تبقوا قدام المرايه، بس انا علشان خاطر متعوده فهعملها معاكم بطريقه سهله. هي لسه جديده بس انا اوريدي بحب التعقيم، فبرش عليها كحول، وبعد ما بستخدمها برش عليها كمان كحول.
هنسيب بس الكحول كده ينشف شويه. عايزه اقول لكم ان هي بتشيل الشعر الوبري، انا من قريب جدا اصلا كنت عاملاها برده بالشفرات دي، فكانت يعني وشي اوريدي كان صافي. فالنهارده بقى بما اني بقالي حوالي اسبوع لسه ما عملتش بقى الشعر الوبري والجلد الميت، عايزه اقول لكم ان هي بتطلعه تماما. بنعمل ايه بقى؟ بنشد جلدنا لفوق كده شايفين، وبنبدا ننزل بالشكل ده شايفين. انا عايزه اقول لكم ده كده، وانا زي ما قلت لكم ان انا عامله، فده طبعا كله وبر وبر وبر. انا مش عارفه ابين لكم ولا لا، بس اكيد شفتوه هو كان على وشي. فانا نفس الطريقه دي بقى بعمل بيها وشي كله، وبعمل بيها كمان حواجبي، بتبقى تحفه وبتخلي الوش نقي. فهخلص وشي كله وارجع لكم تاني. رجعت لكم يا حلوين بعد ما خلصت. عايزه اقول لكم شايفين ده كله من يعني من وشي، تعرفوش ازاي. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ قبل بقى ما نقفلها هنرجع نعقمها تاني كويس جدا عشان خاطر لما نستخدمها مره تانية. وعايزه اقول لكم تقدروا تستخدموها كتير جدا. انا عن نفسي لما بجيب الشفرات الاصليه دي بستخدمها فوق الخمس والست مرات وبتبقى كويسه معايا. وبصوا لما بتيجي تقفل يا جماعه، الاصليه بتقفل بالسهوله دي، اللي مش اصليه يا جماعه كانت بتتكسر مني وانا بقفلها. فخلوا بالكم لما تجيبوا حاجه زي دي، هاتوها من مصدر موثوق. وزي ما قلت لكم البيدج اللي انا سايبها لكم بتاعه فطوم بتجيب لكم الحاجه اوريجينال وباسعار تحفه جدا. وهكلمكم دلوقتي عن حاجه مهمه جدا في موضوع البيدج دي. عايزه اقول لكم لو انتوا حابين تفتحوا مشروع او حابين تعملوا بيزنس لنفسكم وانتوا في البيت ومحتاجين تجيبوا حاجات باسعار كويسه وباسعار الجمله، هي ممكن تبيع لكم باسعار الجمله. يعني انت دلوقتي عايزه تشتغلي على بيدج، تقدري تكلميها وتعرفيها انت امكانيتك ايه، وهي هتقولك ايه المنتجات اللي ممكن تشتريها من عندها. عايزه اقول لكم هتعمل معاكم واجب يعني ما تتخيلوهوش. دي اول نقطه. تاني نقطه، لو انت حتى مش عايزه تشتري مش عايزه تشتري كميات، تقدري تشتري منها بالجمله برضو باسعار كويسه جدا. ولو مش عايزه تشتري لا بالجمله ولا تشتري كميات، في اسعار عندها حلوه قوي. الحاجات انت ممكن تشوفيها بره غاليه وهي عندها بتبيعها لك بالسعر بتاع الجمله بس قطاعي، فهمتوا القصد؟ فدي نقطه حبيت اوضحها لكم كده. نشوف بقى اخر حاجتين معانا هنعمل فيهم ايه. عندنا الماسك ده وعندنا السكراب ده، فهنستخدمهم مع بعض. دلوقتي انا هروح اغسل وشي كويس، او مش هغسله كويس بس اللي هو هنضفه من الزيت، ونيجي نستخدم السكراب وبعد كده نستخدم الماسك ده. بما ان انا طول الاسبوع اللي فات كنت بروح الجامعه فمرهقه جدا ومحتاجه حاجه اتنور بشرتي، فتعالوا نشوف هيعمل معايا النتيجه ازاي. هنجربه مع بعض عشان انا متعوده اديكم الريفيو مع بعض كده. فيلا بينا اروح اغسل وشي وارجع. زي ما انتم شايفين كده غسلت وشي بمية فترة عادي جدا من الحوض، وبدأت ان انا احط السكراب بتاع الباكنج باودر. عايزة اقول لكم ان انا ما كنتش جربته قبل كده، جربته معاكم حطيت كمية وبصراحة انا كترت يا جماعة. فانتوا يعني عايزة اقول لكم انه هيقضي معاكم شهور شهور حلو جدا. وزي ما انتم شايفين كده وانا بفرده هو اتفرد بسهولة قوي، والحلو ان هو فيه زي حبيبات صغنونة خالص كده بتعمل على تقشير البشرة. و مش وجيت لكم تاني بعد ما غسلت بشرتي. عايزه اقول لكم نضاره غير طبيعيه، وبشره بقت ناعمه، يعني شلنا الشعر بتاع الوش او الجلد الميت بمعنى اصح. وكمان استخدمنا سكراب للبشره، فدي حاجه في حد ذاتها فرقت في بشرتي جدا. بقيت حاسه اللي هو انا عايزه اخرج كده. مش متخيله بقى لما نيجي نستخدم الماسك التحفه ده ونستخدم كمان معاه الرول بتاعه البشره، بتشيل التجاعيد بتشيل كل حاجه، هوريها لكم دلوقتي. فانا اوريدي كنت حاطه الماسك شويه في الثلاجه علشان يبقى فريش كده على بشرتي، فالطرحه اتبهدلت. يلا مش مشكله، هجيب دلوقتي الماسك ونستخدمه سوا. يا جماعه قبل ما نبدا في الماسك حابه اوريكم خطوه نسيت اقول لكم عليها، وهي ميه الورد. عايزه اقول لكم ان ميه الورد دي طبيعيه 100%، كنت جايباها من عندهم برضو. حرفيا يا جماعه بصوا بترطب البشره كده وبتعمل نضاره وحاجه فظيعه. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان ميه الورد اللي بنجيبها من الصيدليه واللي بنجيبها من العطار واماكن كتيره جدا بتبقى مضروبه، وبتبقى كمان النسبه فيها خفيفه جدا. فحسيت ان ميه الورد دي مختلفه عن اي ميه ورد استخدمتها. فانا كده خلاص مسحت بشرتي بميه الورد، هسيب بقى بشرتي تتشربها شويه على ما افتح الكيس بتاع الشيت ماسك ونستخدمه سوا. تعالوا بقى نفتحه اهو دلوقتي. طبعا عايزه اقول لكم ان انا خارجه كمان ساعه،
فقدامي بالظبط اخلص لكم الفيديو ده واقوم البس واجهز. مش هحط نقطه ميك اب على بشرتي، انا حاسه ان بشرتي كده حلوه قوي، هسرح بس حواجبي واعملها بالصابونه علشان تبقى ثابته معايا اليوم كله، لان انا هطول بره. انا رايحه الحسين، حرقت لكم الفكره اللي انا ناويه اعملها. هروح الحسين وهروح برضو اوصل اوردر لبنوته كده اموره. ف تعالوا اول نفتح الماسك سوا. تمام، انا اول مره استخدم الماسك ده، بس هو شكله جميل. بصوا بصوا، تعالوا نطلعه سوا اهو. خدوه طبعا سكرين شوت لو عايزين تجيبوا زيه. الريحه التحفه دي، انا مجرد ما فتحته حسيت بالريحه. انا هنزل الطرحه كده عشان ما تتبلش. شايفين يا لهوي يا لهوي على الجمدان. هنستخدمه دلوقتي، بس انا مش عايزه عشان ما يتقطعش، مش عايزه اشد عليه اهو. تمام، ما تتخضوش يا جماعه، ما تتخضوش، احنا بنات في بعضينا، واي ولد بيشوف الفيديو فده مش مكانك. ساقعه وفريش كده، واو. طبعا انا بقي تحفه تحفه تحفه. هعملها كده على بشرتي بقى كلها. عايزه اقول لكم ان البندانة في ذمه الله، بس خلاص مش مشكله، انا وزعتها كويس. تعالوا نعمل بقى الخطوه المهمه. انا نسيت انزل دي كده على مناخيري. تعالوا نعمل الخطوه المهمه اللي هتفرق جدا جدا في الشكل النهائي بتاع بشرتنا. عايزه اقول لكم ان الحاجات اللي بتطلع في ايدكم دي بتاعه الماسك، حطوها على ايديكم. يعني انا عايزاكم ما تسيبوش حته ما تستفادوش بيها، نزلوها كمان على رقبتكم كده. تعالوا بقى هنستخدم دلوقتي يا جماعه اللي هي الرول دي سوا، هنفتحها مع بعض. احنا طبعا هنسيب الماسك ده نص ساعه على بشرتنا علشان نستفاد بيه بقى. انا عايزه اقول لكم ان احنا بندلع بشرتنا واحنا في البيت كده منتخين ومرتاحين، ونحس ان احنا فريش وبشرتنا قادره تستحمل. طبعا انا بحاول، انا بفتح معاكم كل حاجه والله قدام الكاميرا. عايزه اقول لكم دي بقى بتضيع الحالات السوداء، بتضيع اي علامات في الوش، تجاعيد، اي حاجه. دي ممكن نستخدمها تحت العين وهنا على بشرتنا. شايفين بتفرد الماسك ازاي؟ شايفين تحفه. وتقدروا كمان تستخدموها من غير اي حاجه، لو انتوا مثلا بتستخدموا سيرم، لو بتعملوا كريم مرطب لبشرتكم بالليل قبل النوم لازم تعملوا مساج كده. انا هستخدم الحته الصغيره اللي من تحت لتحت عيني. انا عايزه انام. انتوا عارفين انا لو حد جه عمل لي الحركه دي انا هنام منه بجد. طيب علشان بقى ما اطولش عليكم اكتر من كده، هسيب الماسك نص ساعه وانام على السرير وارجع لكم تاني. يا جماعه نظرا ان الوقت اتاخر وانا مكسله ان انا احط البتاع ده في الستاند، فتعالوا نشيل مع بعض الماسك. زي ما انتم شايفين كده، يعني حاسه كده بشعور حلو قوي في بشرتي. طبعا هسيب ده على بشرتي، مش هغسله دلوقتي، هسيبه شويه على بشرتي على ما اجهز اللبس عشان انا خارجه ومتاخره، وبعد كده هغسل بشرتي بميه بس. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم، هتلاقوا اللينك بتاع فطوم في الديسكربشن بوكس، ادخلوا اطلبوا منها اللي انتوا عايزينه، خدوا سكرين شوت لاي حاجه انتوا عايزينها، وادخلوا اسالوها على الاسعار وكل حاجه. وبس كده كان الفيديو بتاع النهارده. نوصل الفيديو 2000 لايك عشان انزل لكم فيديو جديد، او انزل لكم بارت 2 من منتجات مهمه لازم تكون موجوده عند اي بنت. بحبكم قوي، يلا باي.